النعمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ابتعثه ربنا للعالمين رحمة، ورضي الله عن آله وأصحابه الأئمة وارضى عنا معهم يا رب العالمين. في إطار تثبيت حقائق الإيمان في قلوبنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن الله تعالى أمرنا بذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وبعض الناس يستشكل مثل لما يقرأ مثل هذه الآية، الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا ثم آمنوا، ألسنا مؤمنين؟ أي ثبتوا حقائق الإيمان في قلوبكم. في إطار تثبيت حقائق الإيمان في قلوبنا نعرض لأركان الإيمان التي أمرنا بتصديقها وفهمها والاعتقاد بها. عرضنا للإيمان بالله تعالى وبملائكته وبكتبه، ونصل اليوم إلى الإيمان برسل الله الكرام. أما رسل الله تعالى الذين ابتعثهم، فقد قال الله تعالى عنهم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي حتى لا يقول إنسان يوم القيامة: يا رب أنا لم أعرف شيئا، يا رب أنا ما بلغتني دعوة الإيمان، يا رب أنا لم أعرف أنك إله واحد، يا رب أنا ما عرفت أنك حرمت الكذب، يا رب يا رب. حتى لا يدعي إنسان ذلك أرسل الله تعالى الرسل. الرسل يا أيها الأحبة هم رجال عقلاء بالغون ذكور أحرار كما عرفهم العلماء. طبعا هذا ليس تعريفي، دائما أنا أقول أنقل ما نقله أهل العلم. هم ذكور عقلاء بالغون أحرار مكلفون من خيرة أقوامهم نسبا وعقلا، اصطفاهم الله تعالى وخصهم بالرسالة. فليست الرسالة من تلقاء الإنسان مهما على قدره وزاد صلاحه وعظم شأنه. تمنى أناس كثيرون عبر العصور أن يكونوا من رسل الله فحرموا من ذلك. قبيل العصر النبوي منذ أيام أشرت إلى شاعر لما ذكرت شأن الشعراء، يدعى أمية بن الصلت أو ابن أبي الصلت. هذا الرجل كان في الأول موحدا قبل بعثة النبوية، كان يعتقد أن الأصنام التي يعبدها الناس كذب، يؤمن أن الله واحد ويؤمن أن الله تعالى وعد بيوم القيامة. من أين جاء بهذا الكلام؟ مما يعني تنوقل عن دين سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكان يعتقد أن رسل الله صادقون، وكان يتوقع أن ينزل عليه هو الوحي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته وبنبوته كذبه. تخيل الأمر مؤلم الحقيقة. أيام الجاهلية كان يعتقد بوحدانية الله ويتعبد الله على معرفته، على قدر معرفته، ويبتعد عن الأصنام ولا يدفن البنت وهي حية، يترك لا يئد الموؤودة، بل كان يدفع مالا لمن يريد أن يئد ابنته فيقول اتركها وهكذا. سبحان الله، لما جاءت البعثة النبوية ووجد أنه لم يختر هو كفر بالله عز وجل. سبحان الله. قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله نسب الأمر إلى نفسه العلية وحدها. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي فلا علاقة لكم لا من قريب ولا من بعيد، لا بصلاحك تؤتى رسالة ولا بعقلك تؤتى رسالة ولا بأي شيء آخر. لكن من رحمة الله أن اختار الله تعالى الأنبياء أكثر الناس عقلا ورحمة وكرما ونسبا حسنا بين الناس كي لا يطعن فيهم.
الرسل يا أيها الكرام جميعهم يدعون إلى دين واحد. قال أهل العلم: الدين واحد والشرائع مختلفة. قال: كيف هذا؟ بمعنى الله تعالى يقول في القرآن: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين أي الدين المقبول الذي لا يقبل سواه شيء آخر. إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هو دين جميع الأنبياء. وهذا أمر يشكل على بعض الناس، يقول: إذن النصارى واليهود و هم مسلمون كأمثالنا. أبداً أبداً. قال: كيف إذن؟ ألم تكن أنبياؤهم هم المبلغون لدعوة الإسلام؟ نعم، من تبعهم في ذلك العصر على دينهم الحق فهو مسلم. مثلا حدثنا الله تعالى عن الحواريين، حدثنا الله تعالى عن الأسباط، هؤلاء كانوا مسلمين، هم أتباع أنبياء على دعوتهم الحق فهم مسلمون، ونراهم في الجنة إن أدخلنا الله، نسأل الله أن يكرمنا بها، نراهم معنا في الجنة. ولكن لما حرف أتباع الأنبياء دياناتهم كما ذكرنا البارحة في كلامنا عن الكتب السماوية، حرفوا الكتب، حرفوا أوامر الله، زوروا، شوهوا، غيروا، سحب منهم اسم الإسلام وأطلق عليهم يهود، نصارى وغير ذلك. فمن تبعهم على الحق فهو مؤمن. الآن الله تعالى لما حكى لنا شأن الإيمان بالرسل قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل جميعهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا المقطع من الآية شأن عظيم في قضية الرسل. بعض الإخوة يقول: أنا أعرف نصراني يقول عيسى ليس ابن الله. هذا الشخص يقول عيسى، يقول عن النصراني الذي يعرفه، هو يقول: لا لا، أنا لا أصدق أن عيسى ابن الله. وهذا الرجل يؤمن أن الله واحد، جميل جدا، ويؤمن أن عيسى ليس ابنا لله، جميل جدا، ويتصدق ويحسن إلى الناس ويحسن التعامل، فهو إذن مسلم. طيب نقول: هل يؤمن بنبوة محمد؟ قال: لا، فهو كافر. إذا قال الله تعالى، أكرر المقطع من الآية: لا نفرق بين أحد من رسله، فإن فرقنا فلسنا مؤمنين، ولم يقبل الله منا ديننا. فيقول عن محمد كذاب ثم يقول الله واحد، إيه، أبقي وحدانية الله لنفسك. كيف تصدق أن الله واحد ثم تكذب الله بأنه أرسل محمدا؟ كيف يتفق الأمر؟ إلا على كيفي أنا أختار، برأيي أختار هذا ولا أختار هذا، أقتنع بهذا ولا أقتنع بهذا. إذن أبقي دينك لنفسك. فهذا أمر قد يثيره بعض الناس. يا أخي بالله عليك تمعن في الكلام. من كفر بجزئية واحدة من أركان الإيمان لم يؤمن بالله. من قال مو سيدنا رسول الله، من قال إن لوطا ليس نبيا فهو كافر. واحد مننا نحن المسلمين، لا من النصارى ولا من اليهود، من المسلمين قال إن موسى ليس بنبي، يكفر بذلك، يكفر بذلك. لا نفرق بين أحد من الرسل. إذن جميع دعوة الأنبياء واحدة. أنا أركز على نقاط كما قلنا قد تثار حولها بعض الشبه، وإلا فكثير من هذه الأشياء قد نعرفها أو نحفظها، ولكن تثار حولها بعض الشبه. وثانيا لنطمئن بذلك، كما قلت لا يصح أن أقلد لأني سمعت الشيخ عم بقول الله واحد بقول، لا، لأن قلبي مطمئن أن الله واحد، لأن عقلي مصدق مقتنع أن الله واحد، بهذا يقبل الدين مني. الأنبياء يا أيها الأحبة كما قلت أيضا اصطفاهم الله تعالى واختارهم هو. من صفات الأنبياء أن لا يكون واحد منهم مصابا بمرض منفر منه. قال يعني لا يمرضون؟ لا بالعكس يمرضون. الكلام واضح، أن لا يصاب أحدهم بمرض ينفر الناس منه.
بمعنى في بعض الأمراض قد يخرج من جلد الإنسان رائحة كريهة، في بعض الأمراض قد يصيب الإنسان والعياذ بالله يعني فرضنا سلس البول، هذا إذا رأينا إنسانا البول على ثيابه ذاهبا قادما، هذا سآتي إليه لأقترب منه وأتعلم أم أقول يعني بدأ نجس حالي؟ فمثل هذا لا يكون مصابا به نبي من أنبياء الله. وبناء عليه ما ذكرت بعض كتب العلم أو بعض كتب التفسير من أن نبي الله المكرم سيدنا أيوب عليه السلام قد أصيب بأمراض منفرة حتى وضعوه على قارعة الطريق ولم يعد إنسان يقترب منه، فهو كذب صراح، فهو كذب معلوم بين، لا يمكن لنبي من أنبياء الله أمره الله بتبليغ دعوته أن يصاب بمثل هذا المرض. مرض نعم أثبت الله تعالى أنه ابتلاه في كتابه إنا وجدناه صابرا سبحان الله، ولكن بمرض يجعل الناس يتقززون بالعام بؤرفوا أعوذ بالله، لا يمكن هذا. مثلا قد يضر بعض الأنبياء ببصرهم، وسألني من مدة أحد الأحبة قال أنا سمعت منك من قديم نقلا عن العلماء، دائما أقول ما هو اجتهادات شخصية، نعم أن الأنبياء لا يمرضون بمرض منفر، أفليس العمى مرضا منفرا؟ لا، الآن الأعمى أنا أنفر منه؟ ما أنفر منه، قد يكون ابني جاري أخي يعني أمر طبيعي، وقد يكون في العميان أناس مميزون هذا أمر آخر، فليس منفرا. أما كما قلت شيء من الرائحة شيء من المنظر شيء من كذا يجعل الإنسان يتقزز، لا يصح هذا على الأنبياء الكرام. لا يمكن أن يكون في الأنبياء امرأة. قال بعض الآيات تشير إلى أن الله تعالى أوحى إلى السيدة مريم عليها السلام ورضي الله عنها، الأصح أن نقول رضي الله عنها، وإن جاز أن نقول عليها السلام لا لكونها من الأنبياء. نعم وحي الله لها أي إلهامه لها، قال الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، فهل النحل أنبياء؟ أبدا. إذن وحي الله إلى السيدة مريم كونها ملهمة تشعر بشيء في قلبها من عند الله ويطمئن قلبها له فتفعله. الآن الرسل جميعا يا أيها الأحبة متعاضدون إخوة، لا يمكن لأحدهم أن يكذب دعوة الآخر أو ينتقص من قدر الآخر، حتى أن في الصحيح في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم إني خير من يونس بن متى، وفي لفظ لا تخيروني على يونس بن متى، سيدنا يونس ذي النون. قال لماذا اختاره رسول الله بالذات؟ لأن يونس عليه السلام كما تعرفون أمره الله بتبليغ دعوته، فلما بلغها ووجد صد قومه لم يتقبلوا منه تركهم ومضى، ظن أنه قد بلغ دعوة الله وانتهى الطلب منه. قال الله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم إلى تتمة الآيات. فبعض الناس يخطر في باله معناها قصر في دعوته، احذر أن تتهم نبيا بذلك، احذر. لذلك سيدنا رسول الله في الصحيح كما قلت يحذرنا إذا خطر في بالنا أن النبي فعل أحد الأنبياء مقصر غلط عمل كذا عمل، احذر حتى لا تنتقص من رسول الله. من صفات الرسل الكرام العصمة، العصمة من الذنوب، حماهم الله تعالى من الوقوع في الذنوب إكراما لهم. أيضا مسألة مهمة، ما يتهم به يوسف عليه السلام من أنه أراد أن يأتي المرأة، قال ليش يتهم؟ ألم يقل الله تعالى في القرآن وهم بها؟ نعم قلتها مرارا نقلا عن العلماء يؤكد عن بعضهم، لأن بعض الناس قد وقع في هذا الذي أقوله وهو من العلماء. قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها، الرسل معصومون. الآن ما نجيب؟ ما تفسير هذه الآية؟ هذه الآية مربوطة بما قبلها وبما بعدها. ما قبلها أنها وراودته التي هو في بيتي عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، راودته بما؟ باللسان بالحركات من بعيد،
بماذا أجابها؟ بنفس الطريقة. كيف تعامل معها؟ بنفس الطريقة. كيف يعني راودها؟ لا لا أقصد صدها بنفس الطريقة. كيف صدها؟ باللسان أيضا، باللسان. هي تشير إليه، معاذ الله يقول لها. طيب انتقلت إلى مرحلة أعلى، ما هي؟ همت به، ركضت إليه فشدته إليها. فلما رآها قد انتقلت إلى مرحلة بها، مرحلة أعلى، هم أن يضربها، هم أن يبعدها عنه بالقوة. هي تشده بالقوة، الآن بما هم؟ سيبعدها عن نفسه بالقوة، ابتعدي عني، ماذا تريدين؟ قال لولا أن رأى برهان ربه. ما البرهان؟ بعض المفسرين أيضا نقلوا كلاما لا أصل له، قال والله عض على أصبعته، رأى سيدنا يعقوب عضا على أصبعه، لك أين سيدنا يعقوب هنا عضا على أصبعه؟ اتق الله يا إنسان، هذا من الإسرائيليات. قال لك اشهر برهان ربه، أوحى الله إليه يا يوسف لا تضربها، لا تدفعها، لا تدفشها يعني، بل اتركها وابتعد عنها واهرب منها. لما؟ هذا هو البرهان، الوحي الرباني ألقى الله في قلبه، ابتعد عنها واهرب منها، لأنه لو دفعها عنه ماذا سيجري؟ ستسقط أرضا. زوجها أين كان؟ قال الله تعالى كما قلت بعدها، قبل وبعدها، وألف يا لدى الباب، كان وصلان، شاف في الأرض، إيش يقول؟ من المعتدي؟ يوسف. فإذا هرب منها فلحقته، فلما رآه سيدها زوجها على هذه الحال استشعر أنها هي الطالبة وليست هي المطلوبة. فهذا هو البرهان الرباني. وهكذا عصمة الأنبياء أمر عظيم جليل دقيق. جميع الأنبياء، هذه أيضا فكرة جديدة، بشروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوا به قبل أن يبعث. من أين؟ قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هل تفعلون أم لا تفعلون؟ هذا استفهام، لتؤمنن به ولتنصرنه. الجواب قالوا نؤمن يا ربي وننصر يا ربي إن جاء. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله أكبر. طولب جميع رسل الله وأنبيائه عبر العصور بالتصديق ببعثة محمد في أي وقت كان. لو بعث في عصرهم لتركوا أعمالهم واتبعوه، مولت بس لتؤمنن به ولتنصرنه، والذي ينصر غيره يصبح تابعا له. أنا ده أخدمك، ده ساعدك، معناه أنت صرت المقدم علي. سبحان الله. قال الله تعالى عن بني إسرائيل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من يعرفون لها؟ على من تعود؟ على رسول الله، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال الله تعالى عن سيدنا عيسى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا، ثم قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد صح في الحديث الصحيح أن رسول الله قال عن نفسه أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي، هكذا يعني ذكر أسماءه التي سماه الله تعالى بها. الآن فقرة لطيفة أيضا تتعلق بهذا. كم كثيرا ما يتساءل ما الفرق بين النبي والرسول؟ المشهور في كتب العلم الذي ينقله علماء التوحيد والعقيدة أن النبي ليس مأمورا بتبليغ الدعوة إلى الناس، والرسول مأمور بتبليغ الدعوة إلى الناس. لذلك يقولون فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. هذا المشهور والمكتوب والمدون، كل رسول نبي. الرسول مأمور بتبليغ الدعوة فهو بطبيعة الحال نبي، أما النبي ليس مأمورا بتبليغ الدعوة فليس كل نبي رسولا. هذا قول مشهور
هناك قول آخر لأهل العلم اطمأن إليه قلبي وارتاحت إليه نفسي من قديم، وهو كل رسول مأمور بتبليغ دعوته، وكل نبي مأمور بتبليغ دعوته. قال ما الفرق بينهما إذن؟ الفرق بينهما الرسول جاء بشريعة جديدة، أما النبي فلم يأتي بشريعة جديدة. قيل له اتبع ما جاء من الأنبياء قبلك، عندهم كتب امشي عليها، عندهم أوامر نفذ كما نفذوهم. فالنبي مثل الرسول، إلا أن الرسول جاء بشرع جديد ووحي جديد خاص من عند الله عز وجل. أما النبي فقيل له اتبع من كان قبلك. لذلك كثيرا ما نسمع أنبياء بني إسرائيل، جاء كثير من الأنبياء، ماذا قيل لهم؟ اتبعوا شريعة موسى التوراة. قال الله تعالى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، حتى أن الله تعالى ما ذكر لنا اسم هذا النبي. تمام؟ من جملة الحكم هذه التي أشير إليها أنه مأمور باتباع رسول قبله، شريعته أعظم وأكبر فهذا يتبعه. وقد قلت الدين واحد والشرائع تختلف، بينت هذا في المقدمة، بمعنى أحدهم قد يؤمر بصوم أيام غير رمضان، وأحدهم يؤمر بشهر رمضان، وأحدهم يؤمر بثلاث صلوات، وأحدهم يؤمر بخمس صلوات، ولكن كلهم يصلون ويصومون وينهون عن الكذب والقتل والظلم تمام. هذه إذن موجزات مهمات عن شؤون رسل الله الكرام. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.